الله معكن. كتار بيسألوا شو كانت ردود الفعل عند ولادة الرب يسوع؟ مين إجا؟ مين راح؟ شو صار؟ كيف الحركة الكونية صارت؟ أولاً بحب ضوي على الرعاة، الرعاة اللي بيقول عنهم النص إجوا مسرعين تيشوفوا طفل المزود، وبيخبرنا الإنجيل إنهم لمن شافوا طفل المزود أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، كأنهم عم بيخبروا ماما مريم، عم بيخبروا يوسف، عم بيخبروا عن كيف شافوا الملائكة، شو سمعوا، شو اللي ترنم، وعم بيقولوا كيف حتى هني وصلت لهم هالبشارة. وهذا الشيء اللي خليهم يتركوا قطيعهم، يتركوا كل شيء وينزلوا مسرعين تيشوفوا طفل المزود. اثنين، كلنا منتذكر انه الانجيل بيحكي عن مجوس جايين من المشرق فرحانين فرح عظيم حتى كمان يزوروا او يهدوا او يتعرفوا او يتلاقوا بالطفل يسوع. وهون بيقول النص اتوا الى البيت، انتبهوا شو عم بيقول النص، اتوا الى البيت مش الى المزود. كتار اخوتي بيضيعوا بين انه الرعاة اجوا على المزود، واذا سألنا مثل الاسئلة اللي بحب اسألها دايما المجوس لوين راحوا؟ بيقولوا لي على المزود، بنشوفهم بالمغارة. وهيدا خطأ كبير، لأنه الإنجيل، إنجيل متى الفصل 2 الآية 11 بيقول بوضوح إنه لمن إجوا المجوس إجوا على البيت وشافوا الصبي، ومريم شافوا الصبي ومريم أمه فخروا وسجدوا له، بعدين فتحوا كنوز وقدموا لها الطفل هدايا، والهدايا كانت ذهبا ولبانا ومرا. فالمجوس سجدوا للطفل يسوع، مش طفل المزود مثل ما عادة طفل المزود، لا طفل يسوع. قدموا له هدايا غالية جدا، غالية كتير، وهني كمان مثل الرعاة فيني سميهم من المبشرين الأوائل. إذا سألت مين كان أول مين بشر بولادة الرب أو بشر بيسوع، حكي عن يسوع، حلو كتير إخوتي ما نقول الرسل بعض العنصرة، انتبهوا بلشنا بالرعاة لمن فلوا من المغارة، بلشوا أو من المزود من الإسطبل بلشوا يحكوا بطفل المغارة، بلشوا يبشروا عن يسوع. وكمان المجوس لمن تركوا البيت المنزل، وهيدي كان بعد فترة رح يجي وقت وأحكيكم شو صار مع المجوس، لمن تركوا البيت كمان صاروا يخبروا عن اللي شافوه، ومين اللي سجدوا له ومين اللي سجدوا له ومين اللي تلاقوا فيه. فإذا هيدي شيء من الأحداث اللي صارت بهيدا الوقت. مش لازم نحكي أولكن عن النجم الذي قاد المجوس إلى، ورح أسكت ثلاث نقاط، إلى أين قاد النجم المجوس؟ إلى بيت لحم أو إلى أورشليم؟ الجواب عندكم ورح أعطيكم إياه مرة الجاي. الله معكم.